احنا بالدرس الماضي حكينا كيف من نخزن ونحفظ البيانات على الويب براوزرز او بالويب تكنولوجي. افرضوا بدنا نحفظ هاي البيانات نفسها لكن على الموبايل ابلكيشن، يعني انا بدي اعمل لوجن على الفيسبوك من الموبايل ابلكيشن. طبعا الموبايل ابلكيشن هو عباره عن واجهه فقط تستقبل وترسل بيانات وتعرض بيانات، لكن من وين البيانات بتيجي؟ هي البيانات بتيجي من سيرفر، بمعنى انه صار عندي 2 بوينتس، صار عندي انا البوينت الاول اللي هو السيرفر والبوينت الثاني اللي هو الموبايل ابلكيشن. الموبايل ابلكيشن بستقبل وبرسل من وين؟ من السيرفر. اوكي، وركزوا لي على هاي. هانا بنيجي لطريقه كيف انا بدي انقل بيانات من الموبايل ابلكيشن للسيرفر بطريقه امنه. احنا حكينا ايش عن السيشن او عن الويب تكنولوجي؟ هدفها الرئيسي انه تحميلي انتقال البيانات، يعني يكون في تصفح امن للويب اللي انا داخل عليه، انه ما حدا يقدر يخترق بياناتي او يتعدى على بياناتي. والسبب الثاني عشان انقل بيانات من صفحه لصفحه بدون ما اضطر كل مره اعمل لوجن فيها. يعني صار عندي سببين، السبب الاول انقل بيانات من صفحه لصفحه بدون ما اعمل لوجن بكل مره، والسبب الثاني احمي هاي البيانات من دخول غير مصرح فيه. طيب بالويب تكنولوجي فهمنا كيف، بس انا حكيت من موبايل وسيرفر، طب كيف بدي انقل الداتا بطريقه امنه؟ هنا بيجي عندي مصطلح اسمه التوكن، والتوكن هدفه الوحيد انه ينقل لي البيانات بطريقه امنه بين نقطتين. طب شو يعني هذا الحكي؟ اوكي، عشان انقل بيانات بين نقطتين مختلفات زي الموبايل ابلكيشن والسيرفر، او مثلا اي تي ام اللي هي الصراف الالي والسيرفر اللي هو تبع البنك، او من خلال اي شيء كان من خلال جهازك ومن خلال السيرفر تبع البنك كمثال، بدي انقل البيانات بطريقه امنه بستعمل التوكن. والتوكن هو عباره عن كود مش مفهوم وبيحتوي على جزئين، وممكن بعضها يحتوي على 3 اجزاء. الجزء الاول والرئيسي البيلود. البيلود هو بيحتوي على اليوزر داتا، البيانات تبعت اليوزر، يعني بعد ما اليوزر يعمل لوجن الداتا تبعته هاي تتكون وبتنحط مشفرة في مكان، وهذا المكان اسمه البيلود. طيب والجزء الثاني واللي هو السيجنتشر، السيجنتشر اللي هو البابليك كي. طب شو يعني بابليك كي؟ اوكي، خليني افسر لك الموضوع كيف بصير بطريقة سهلة كثير. انا هسا بعمل لوجن على حساب بالبنك تبعي، تمام، دخلت اليوزر نيم والباسورد وعملت لوجن. اليوزر نيم والباسورد تبعوني بروح وين؟ للسيرفر تبع البنك. سيرفر تبع البنك بروح بشوف هل اليوزر نيم والباسورد اللي بعث لي اياهم عبد القديم صحيحات ولا لا. طيب اوكي، طلعوا اليوزر نيم والباسورد صحيحات، شو اللي راح يعمل البنك؟ السيرفر راح يروح ينشئ لي، طبعا البرمجية هي اللي بتنشئ لي اياها، انا بحكي معك از ديفلوبر، انت ستارت اب ديفلوبر، بروح بنشئ لي جنريت كي، بعمل لي كي، وهذا الكي اسمه توكن. طيب كيف بنشئ لي اياه؟ بكون عنده برايفت كي، يعني زي كلمة سر معينة بتكون عنده، او معادلة معينة. هاي المعادلة المعينة بروح بشفر فيها البيانات، وبروح بحط بضيف لي اياها على البيانات الموجودة عندي. يعني انا بعثت له هاي البيانات اللي هي اليوزر داتا تبعتي، عادي بعثت له يوزر نيم باسورد عاديات، مثلا عبد 123، راح مسك الداتا شفر لي اياها بطريقة عادية، وضاف على التشفير هاد شغلة ثانية. شو ضاف عليها؟ ضاف عليها برايفت كي من عنده. بعد ما ضاف عليها البرايفت كي وانا بعثت له البابليك كي، دمجهم مع بعض هيك، عمل لهم ميكس وطلع لي كي الموجود عندي قدامي اللي انا شايفه هسا. طيب كيف هذا الحكي بيصير؟ هسا لما انا مرة ثانية بدي اجيب مثلا معلومات معينة، ببعث له الكي كامل مكون من جزئين، الجزء الاول يوزر داتا والجزء الثاني اللي هو البابليك كي. البابليك كي هي يعني معلومة اي واحد بيعرفها، تمام، خلينا نحكي عادي ما بهمه السيرفر، مش كلمة سر يعني انه لو انعرفت راح ينخرب بيت اليوزر فيها، لا هو عادي لو اعطيت الواحد مش راح يقدر يفهمه. مين الوحيد اللي راح يقدر يفهمه؟ السيرفر اللي انشأه، اللي الاب تبعه اللي عمله راح يفهمه فقط. طيب منيجي نمسك اليوزر شو بيعمل؟ مثلا بده يشيك على الرصيد المتاح عنده بالبنك، بروح ببعت هاي البيانات قبل ما يشيك على الرصيد او مع تشيكة الرصيد اللي هي ريكوست، احنا بنسميه ريكوست لما تبعت
تشيك الرصيد من الموبايل ابلكيشن للسيرفر اسمه ريكوست، ببعث مع الريكوست السيجنتشر او خلينا نحكي اللي هو التوكن. التوكن بروح على السيرفر، السيرفر بيعمل له او ديكود، خلينا نحكي بيعمل له ديكود. طب لما يعمل له ديكود بيجي بتاكد هل الديكود انعمل ولا ما انعمل. اذا انعمل بكون هذا اليوزر او الكي هذا التوكن انعمل له انشاء من وين؟ من السيرفر. اما اذا ما انعمل ديكود، اي يعني قصدي فك تشفير، اذا ما انعمل فك تشفير معناته ما تعرف على التوكن، معناته هذا التوكن فقط لاغراض السرقه. يعني يوزر بحاول يعمل اختراق على السيرفر فبرفضه، بحكي له التوكن نت فاليد.